حصاد الجنوب، أهلا بكم. عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعا لها اليوم برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس. وأشادت الهيئة في اجتماعها بالتحركات الشعبية والجماهيرية التي تشهدها شبوة رفضاً لممارسات الميليشيات الإخوانية، مؤكدة دعم قيادة المجلس لتلك التحركات المعبرة عن الإرادة الحرة لأبناء المحافظة. كما وقفت الهيئة أمام الأوضاع في جبهات ثرى وكرش والضالع وطور الباحة والساحل الغربي، وأشادت بانتصارات القوات المسلحة الجنوبية في هذه الجبهات. ورحبت رئاسة المجلس بزيارة المبعوث الأممي هانز غروندبرغ للعاصمة عدن، مجددة موقف المجلس الداعم لجهوده. التقى عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الممثل الخاص لرئيس المجلس للشؤون الخارجية عمرو البيض اليوم بالسفير الهولندي لدى اليمن السيد بيتر ديريك هوف. اللقاء ناقش آخر المستجدات والتطورات في الجنوب واليمن على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية. البيض أشاد خلال اللقاء بدور مملكة هولندا الداعم لحل الصراع والوصول لتسوية تضمن السلام والأمن المستدامين للمنطقة والإقليم، وأكد على أهمية معالجة الوضع الاقتصادي ووضع حد للأزمة الإنسانية والوضع المتردي والذي أثقل كاهل المواطن. من جانبه عبر السفير الهولندي عن تطلعه لمعالجة الوضع الاقتصادي والأزمة الإنسانية، مؤكدا دعم بلاده للجهود الأممية والدولية الرامية لتحقيق سلام مستدام للمنطقة وللإقليم. أعلنت عدد من سرايا القوات الخاصة التابعة لميليشيات الإخوان في مديرية حطيب بمحافظة شبوة انشقاقها عن ميليشيا الإخوان وانضمامها للقوات المسلحة الجنوبية. جنود منشقون قالوا إن قرارهم هذا جاء بعد انكشاف حالة تخادم بين ميليشيا الإخوان والحوثي، والتي كان من نتائجها تسليم مديريات بحان الثلاث دون مقاومة. كما دعوا زملائهم في باقي الوحدات التابعة لميليشيات الإخوان بمغادرة مواقعهم والانضمام إلى القوات الجنوبية التي تتحمل على عاتقها شرف الدفاع عن شبوة وكل محافظات الجنوب. دعا مدير عام مديرية رضوم بمحافظة شبوة محمد سالم الشكلية إلى إنقاذ المحافظة من الأزمات المتعددة، مندداً باعتداء ميليشيا الشرعية الإخوانية على المعتصمين السلميين وقمعهم رغم مطالبهم المشروعة. الشكلية طالب في تسجيل مصور متداول اليوم الاثنين بمحاسبة السلطة الإخوانية لتوجيهها باقتحام مخيم الاعتصام في المديرية. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.